يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم والف مبروك التاهل لدور المجموعات في بطوله دوري الابطال. من زمان قلتها ومن قبل الموسم ما يبدا، ومع كثره الانتقالات ومع التشكيك في سكواد الاهلي ومع التشكيك في اسم مارسيل كولر وكل كل الازمات اللي اثيرت قبل الموسم، قلت يعني مع كامل الاحترام والتقدير الرد السنة دي في الملعب، وقد كان الأهلي يكشر عن أنيابه في بداية مشواره في بطولة دوري الأبطال ويفوز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0، 1-0 في تونس و 3-0 في القاهرة. طبعا الحقيقة المكاسب تتعدى بكتير جدا مجرد التأهل لدوري المجموعات في جميع الأحوال، وحتى اللحظة دي طبعا دور ال 16 بيفنش النهاردة، عندنا مواجهات في منتهى الأهمية هتحدد بقية الفرق في النهاردة 6 لقاءات، منهم طبعا الوداد اللي لم يحسم تأهله بعد، بيحتاج يفوز على الأقل بنتيجة 1-0 زي الترجي كده ما كسب 1-0 امبارح وتأهل. يعني كل الأوساط وكل وسائل الإعلام وصفت المباراة دي تحديدا بالفضيحة، هاجي للموضوع ده، لكن الحقيقة الأهلي كده ضمن وجوده في التصنيف الأول، هيكون معاه بالتأكيد طبعا الترجي التونسي والرجاء المغربي. لو الوداد حسم تأهله النهاردة يتأهل برضو كأول مجموعة في دور المجموعات وينزل سان داونز لمستوى التصنيف الثاني، وهيكون معاه الزمالك المصري وهيكون معاه هرويا كوناكري وهيكون معاهم أعتقد يعني الهلال السوداني. لكن لو الوداد خرج سان داونز يطلع تصنيف أول وتتغير الحسبة بشكل كبير، وبكره ان شاء الله في حلقه بكره هستعرض مع حضراتكم كل التفاصيل المرتبطه بشكل دور المجموعات، لانه في احتمال كمان واحتمال كبير انه الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده، وده يبقى شيء عظيم جدا لجماهير الكوره في مصر. على كل الاحوال كنت بتكلم على المكاسب، الحقيقه يمكن المكاسب امبارح كانت كتيره جدا جدا الحقيقه. الاهلي بمستوى اداء راقي جدا في بدايه المشوار، وخد بالك انه بدايه المشوار معناها انه لسه ما وصلناش لاعلى المستويات، ورغم انك انت بتقابل فريق قوي، يعني تقريبا او مش تقريبا، هي اكيد اقوى مواجهه في دور 32 على مستوى دوري الابطال. لما تيجي تقارن فريق اتحاد المنستيري كخصم ليك وتقارنه ببقيه الفرق اللي موجوده في الدور ال 32 هتلاقي انه تقريبا اقوى مواجهه كانت الاهلي المصري واتحاد المنستيري، مفيش مواجهه على نفس المستوى من القوه. ورغم كده الحقيقه الاهلي قدم اداء اكتر من رائع، مش بس المكسب بسكور كبير، مش بس 3 اهداف، صحيح كان في فرص كتير ضايعه، وصحيح كان في يعني إمكانية أنك أنت تعمل سكور كبير جدا، لكن أنا بشوف أنه الماتشين دول على بعض كده هناخدهم بندل أو ناخدهم كومبو، أعلنوا عن حاجات كتيرة جدا، وكسبت وأنت في بداية المشوار واستعادة ثقة لعدد من الأسماء كبير جدا وتألق كبير. يعني طبعا كل لعيبة النادي الأهلي كانوا نجوم، مفيش حد فيهم قصر أو في حد بخل بمجهود أو في حد ما اداش كل اللي عنده، لكن في لعيبه نورت قوي، ويمكن ماتش امبارح تحديدا كمان بشوف انه حمدي فتحي وعبد القادر كانوا الحقيقه نجوم فوق العاده، ولينا وقفه طبعا مع تفاصيل كتير جدا في مباراه امبارح.